في ذروة تفشي جائحة كورونا، كتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والأشهر هنري كيسنجر محذرا من خطورة الوباء على النظام العالمي الجديد، وأنها تشكل تحديا لنمط الحكم في الغرب وتضع ثقة الشعوب بمؤسسات الدولة على المحك. قال كيسنجر إن ازدهار الأمم يتحقق عندما تؤمن الشعوب بقدرة مؤسسات الدولة على توقع الكارثة وإيقاف تأثيرها وإرساء الاستقرار في انتقاد ضمني لدول تأتي في مصاف العالم المتقدم، لكنها فشلت في احتواء الجائحة وخذلت شعوبها، ما ينذر بتغيير عالمي. في المقابل كانت هناك دولة في المنطقة العربية تحقق نجاحا فائقا في احتواء الجائحة على الصعوب كافة، وتشكل نموذجا ملهما للعالم في التعامل مع أخطر أزمة تواجه البشرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذه الدولة هي الإمارات، التي استجابت للجائحة في وقت مبكر ووضعت خططا للتعامل مع الأزمة، وأعلنت قطاعات الدولة الجاهزية القصوى للتصدي لها. الدواء والغذاء، هذا خط أحمر لدولة الإمارات. عندنا القدرة على تأمين الدواء والغذاء إلى لا نهاية، ولا تشلون هم. حظر شامل للتجوال وحملة تعقيم وطنية وفحص مكثف شمل أكثر من 50% من المواطنين والمقيمين، ما جعلها في المركز الأول عالميا في فحوص كورونا نسبة إلى عدد السكان. لربما نحن نسبة تناسب مع عدد سكان طويل العمر، نحن الأعلى عالميا. حققت الإمارات أرقاما قياسية في محاصرة الجائحة، فقد انخفضت الإصابات المؤكدة إلى أقل من 1%، وبلغت نسبة الشفاء من إجمالي المصابين نحو 90%. According to stats I've been reading, the safest place on the planet right now is the UAE. It is the safest place to date. They have conducted more coronavirus tests than anybody. They have the lowest death rate. They have the lowest infection rate. They jumped on this thing right away. It has a lot to do with the leadership over there because they're serious. They love their people and they do everything to protect and keep their people safe. أرقام أكدت نجاح الإمارات في مكافحة الجائحة لتصدر تجربة ناجحة وملهمة أثارت إعجاب الكثيرين حول العالم. How is it that a country like the one that I'm in here, the UAE, are able to conduct 5 million tests in a population of 10 million, that's 50%, and have a positivity rate of 1% or possibly less than that? Why is it that a country like this can respond the way it did compared to what you see, for example, in the United States? This comes down to a political leadership that is sensitive to the science and that is attuned to the risks. And you're talking about the country you're in, where clearly the political leaders were listening to the scientists and were able to pivot very quickly to protect its citizens. كان انتصار الإمارات هو في حقيقته نجاحا لقيادة الدولة التي وضعت صحة الإنسان وأمنه في مقدمات أولوياتها، وآمنت بأهمية العلم وضرورة تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الأزمات، وهي عوامل مكنت الدولة من كسب التحدي في نهاية المطاف. علشان بلادنا الإمارات وعشان أهلنا وضيوفنا اللي عندنا، بنبذل كل غالي ونفيس، وهذه تحدي من تحديات الزمان. تاريخ ترى فيه تحديات مختلفة، الدول تكون في وضع صعب، لكن بهمة أهلها وإرادتهم يجتازون هذا التحدي. الحياة لها دورة، ودورتها الجاية إن شاء الله كأني أشوفها، إن شاء الله نحن أقوى في وضع أحسن، وبكم وبعيالكم وبإخوانكم.